مساء الخير لكل متابعي الحوار. نشكركم، شرف كبير اني حضرت معكم. عندي بزاف مشتك شجرة. نشكر جمعية نعم المستطيع على الاستضافة، خاصة لانها موجهة لكبار السن، ابائنا امهاتنا ربي يحفظهم ان شاء الله. ونعم نستطيع معودتنا بكما هذا الاحتفالات والتظاهرات، دونك انا نشجعهم حنا كفنانين. وشفت بزاف ناس من الدومين الارتستيك، صحفيين اعلاميين، دونك جاوا لهنا اليوم، يعطيهم الصحة كاع اللي جاوا. بور لو مومون مع لو كوفيد عبالك باللي غير ما دوك ما على بالناش اسكو راح كاع ان شاء الله يكون راح كاع. مي الحمد لله ربي يخفف علينا هاد الايامات ان شاء الله. رمضان يدخل علينا بصحه. ولهنا رمضان عندنا كيلكو سواري بريفي اللي رانا مبروغرامينهم، مي بصح حاجه اوفيسيال جور مع الوانسيي ديال وزاره الثقافه والاعلام ولا لوندا ولا هذوما اللي اورغانيزيو. مازال بور لو مومون ما بان والو. الحراس مازال ما بانتوكمش؟ لا لازم يعيطوا الناس كي العاده، يعيطوا بزاف الناس. مي ان شاء الله الحمد لله نقولوا رانا خير من اللي كنا العام اللي فات. مي دائما الناس دائما نبقاو مخوفين، وهذا ما يمنعش ان ما نستهزاوش بهذا المرض، ما نعاودوش نولوا كما كنا باش نعاودوا نديروا الجائحه اللي كانت. عيطوا لي بروجي هذه المره، مي بصح ما ماشي الستيل تاعي، دونك جي ريفيزي. عيطوا لي امان ما قبلتهاش. مين الاغنيه الرومانسيه والاغنيه الرياضيه وين تلقى روحك؟ شوفي الاغنيه الرومانسيه وحده، اغنيه رياضيه وحده، اغنيه عاصميه وحده. انا فنان ما نحبش نحصر روحي في ستيل واحد ولا دائما نقول باللي شغل، خاصه في الجزائر الا ما غنيناش حنا ولاد بلادو شكون راح يغني؟ دونك جو بريفير نغني كاع لي ستيل. اي اغنيه تعجبني نغنيها، اغنيه رومانسيه عندها جمهور تاعها، الاغنيه الرياضيه هي كيما غنيت تيكي تاكا، كيما غنيت الخضراء افونتو اللي كانت بكلمات والحان عبد الساعود وتوزيع فينيكس واخراج طه بورابيا، وكانت خدمتها مع استوديو اكابيلا. دونك ان شاء الله في مارس هذا ان شاء الله هنا الكوادر جوستومون. دونك كي فهمتي كلش، شوفي الاغنيه الرياضيه حنا غنوها بمسانده الفريق الوطني الجزائري، واكيد حنا كشعب جزائري نتبعوا الفريق الوطني ماشي نتبعوا الاغاني ولا. دونك الاغاني كي حنا كنخرجوهم كي تربح الجزائر ديفيلو، ما تقدرش الجزائر خاسره حنا ديفيلو. دونك سي بور سا تمشي معاها ان شاء الله.